السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم العجينة المورقة اللي هي الباف بيستري، عجينة الملفيه. انا عملت الفيديو على جزئين عشان ميبقاش طويل. النهاردة هعمل معاكم العجينة، وبعد كده في الفيديو التاني هعمل معاكم بقى التسوية والكريمة اللي احنا هنحشيها في الملفيه والتوبينج بتاعه. اتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط وتقدروا تطبقوا الوصفة، بجد وصفة جميلة جدا، اتمنى ان انتم تجربوها. ولو انتم اول مرة تشوفوا القناة تنسوش الاشتراك ولايك على الفيديو. يلا نبتدي في وصفة. أول حاجة هعملها، عندي 400 جرام من الزبدة، أنا استخدمت النوع ده، نقدر نشتريها على بعضها 400 جرام، بتبقى في السوبر ماركت موجود فيها 400 جرام و 500 جرام. نشتري اللي هي 400 جرام ما بين ورقتين زبدة، هفردها كده بالنشابة حاجة بسيطة على شكل مربع أو شكل مستطيل، يكون بسمك تقريبا 1 سنتي. وبعدين بقى هغلفها كده واحطها في الفريزر لحد ما تتماسك تماما ولحد ما اعمل العجينة. عندي بالنسبة للعجينة عندي 0.5 كيلو من الدقيق، جميع الاستخدامات، حطيت عليه 0.5 معلقة صغيرة من الملح، وهبتدي اعجنه بالمية الساقعة. ابتدي اضيف المية واحدة بواحدة، انا تقريبا ضفت من 250 ملي لحد 300 ملي، طبعا حسب نوع الدقيق. اهم حاجة ان انا بضيف واحدة بواحدة عشان اتحكم في قوام العجينة، انا مش عايزه العجينه تطرى مني خالص. هتشوفوا القوام بتاعها دلوقتي. هقعد ألم في العجينة كده وألم في الدقيق، أنا عايزة العجينة ما تكونش طرية قوي وما تكونش ناشفة. بتبقى بالمنظر ده، بتكون طرية حاجة بسيطة وما بتبقاش ملزقة ولا أي حاجة. هلف بقى العجينة دي واحطها في التلاجة لمدة 0.5 ساعة. وحاجة مهمة جدا وانا بعمل العجينة، لازم وانا بعملها اكون في قاعدة في تكييف او في جو بارد عشان الزبدة متسحش معايا. بعد 0.5 ساعة طلعت العجينة من التلاجة وهبتدي بقى اشتغل فيها. هرش دقيق من فوق ومن تحت وابتدي افرد العجينة على شكل مستطيل، بحيث ان انا اعرف احط الزبدة في النص واقفل باقي العجينة على الزبدة. اهم حاجة ان انا بقعد ارش دقيق، بيساعد ان انا اعرف افرد العجينة وان هي كمان ما تلزقش. انا فردتها بالشكل ده، وقبل ما احط الزبدة هشيل اي دقيق زيادة، وبعدين هحط بقى الزبدة في النص زي ما انتوا شايفين، وهقفل عليها العجينة بالمنظر ده. اهم حاجة ان انا اشيل اي زيادة من الدقيق عشان الدقيق يمنع العجين يلزق في بعضه. بعد ما قفلت كده العجينة كويس على الزبدة، هبتدي ارش دقيق تحت وارش عليها دقيق من فوق عشان يساعد ان انا اعرف افرد كويس. وبالراحة جدا هبدأ اضغط على الزبدة كده زي ما انتوا شايفين، انا مش عايزة العجينة تتخرم او الزبدة تطلع منها، فبأبتدي ان انا احرك الزبدة جوه العجينة الاول بالضغطات اللي انا بعملها دي. واحدة بواحدة هلاقي الزبدة بدأت تتحرك جوه وتساعد ان انا اعرف افرد العجينة. زي ما انتوا شايفين كده الزبدة بدأت تتحرك،
وبدأت أعرف إن أنا أفردها كويس. هرش دقيق عشان يساعد معايا في الفرد، مفيش أي مشكلة خالص، وبنشيله بعد كده. هفرد العجينة بالطول الأول وبعدين هفرد شوية بالعرض. أي دقيق زيادة أنا بشيله كده بالفرشة وبعدين أطبقها أول تطبيقة زي ما أنتوا شايفين كده. بجيب الحرف كده على النص وبعدين أجيب الحرف التاني عليها من فوق زي ما أنتوا شايفين بالمنظر ده، وابتدي بقى أرش عليها دقيق تاني. أهم حاجة إن أنا بشتغل والعجينة معايا تبقى ساقعة. هبتدي بقى أعمل التطبيقة التانية، هفرد تاني بنفس الاتجاهات، هفرد بالطول كده الأول وبعدين هفرد بالعرض. لو حسيت في لحظة إن العجينة ما بقتش ساقعة لازم أدخلها التلاجة على طول، فعشان كده لازم نشتغل والجو بيبقى حوالينا ساقع، يكون فيه تكييف شغال عشان الزبدة ما تساحش خالص. أنا فردت بالطول وبعدين هفرد شوية بالعرض. وأي دقيق بقى زيادة بشيله. وادي كده عملت التطبيقة التانية، هحطها بقى في التلاجة تقريبا لمدة نص ساعة لحد ما تجمد تاني. بعد نص ساعة طلعتها من التلاجة، أهم حاجة بطلعها وهي تكون ساقعة جدا. لو التلاجة بتاعتنا مش بتسقع كويس فبسيبها ساعة كاملة. أرش عليها بقى دقيق من فوق ومن تحت وابتدي إن أنا أفردها زي ما فردت أول فردة. بضغط الزبدة حاجة بسيطة كده بالراحة عشان ما تخرجش، وبعدين واحدة بواحدة هلاقيها بتتفرد معايا بسهولة. أنا عملت في الأول تطبيقتين، فدي التطبيقة التالتة، هفرد بالطول الأول وبعدين هفرد بالعرض. وبضيف دقيق مفيش مشكلة خالص. أنا بعد كده بشيله بالفرشة، وادي التطبيقة التالتة، بشيل أي دقيق زيادة وأطبق الحروف على بعضها بالمنظر ده، وأبدأ أفرد تاني بقى التطبيقة الرابعة. لو حسيت في أي وقت إن الجو حر معايا أو الزبدة بدأت تسيح هعمل تطبيقة واحدة وبعدين أحطها في التلاجة. هو ده سر نجاح العجينة، إن العجينة تنيها معايا ساقعة طول الوقت وإن الزبدة ما تخرجش أبدا من العجينة أو تسيح جواها. وادي التطبيقة الرابعة، بعمل عليها اربع علامات صوابع كده بحيث ان انا اعرف ان انا طبقتها اربع مرات. وبعدين بقى هلفها تاني في الكيس واحطها في التلاجة لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة هطلعها تاني وبعدين هفردها برضو، هعمل اخر تطبيقتين اللي هي الخامسة والستة. ادي التطبيقة الخامسة، انا اخر تطبيقتين الصراحة ما فردتهاش جامد، هعمل اخر واحدة التطبيقة السادسة.
خلاص كده اخر تطبيقه، دي التطبيقه السادسه. هقفلها بقى كده على بعض زي ما انتم شايفين، وبشيل اي دقيق زياده والفها تاني بقى واحطها في التلاجة. كده ممكن استخدمها بس لازم احطها في التلاجة تستريح خالص. دي شكلها بعد 6 تطبيقات، شايفين شكل الطبقات عندي ازاي، احلى 100 مرة من اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت. نقدر بقى ان احنا نحطها في التلاجة لمدة 3 ايام، او نحطها في الفريزر لمدة شهر. نحطها بس في اكياس الفريزر ونكتب عليها اليوم اللي احنا عملناها فيه، تقعد في الفريزر لمدة 4 اسابيع من غير ما يجرالها اي حاجة. اهم حاجة نعرف بس اليوم اللي احنا عملناها فيه، فبنكتب على الكيس من بره زي ما انتوا شايفين كده. استخداماتها كتير جدا طبعا في الحلو والحادق. في الفيديو التاني هعمل معاكم الملفيه والكريمة والتوبينج بتاعه. وادي شكلها قبل ما ادخلها الفرن، شايفين رفيعة قد ايه. بعد ما عملتها بالشوكة شايفين الطبقات عاملة ازاي، يعني دي معمولة بالشوكة، وشايفين كده داخلة الفرن عاملة ازاي، شايفين الطبقات. اتمنى ان الوصفة تعجبكم. لو انتوا بقى اول مرة تشوفوا القناة متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك على الفيديو، واستنوني بقى في الفيديو التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.